السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع جميل جدا، عبارة عن ايه؟ مرتبط هو بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. هو قايلها صراحة في الموقع دوت، بيقول لك اي فكرة انت عايزها تقدر ان انت تكتبها هنا وتقول له انا عايز الاجابة بأي لغة انا عايزها، تمام؟ هتلاقي عربي وانجليزي وفارسي وكل حاجة. تقدر تختار، هو اللغة العربية كانت موجودة هيت اهي العربية. قوله مثلا اي مشروع انت تفكر فيه، مثلا مشروع مركز تصميم مواقع مثلا، تمام؟ وتقول له جنريت، هو يبدأ بقى يدرس لك المشروع دوت ويوجد لك افكار حلوة، شوية مزايا شوية عيوب شوية عقبات ممكن تكون موجودة في الفكرة، ويبدأ ان هو يفتح الافاق قدامك او يطرح لك افكار جديده ممكن انت تستفيد منها. فالموقع فكرته لذيذه، انت ممكن تروح لشات جي بي تي نفسه دايركت وتبدا تقول له انا مفكر اعمل مشروع كذا كذا كذا، وجد لي المزايا وجد لي العيوب وجد لي الافكار، وتقعد تمشي معاه خطوه خطوه. الموقع ده بيسهل لك الموضوع، مجرد بس تكتب كلمه صغيره يبدا بقى ايه يرص لك كل الافكار اللي ممكن تفيدك في المشروع، اللي ممكن ما تاخدش بالك منها غير لما تشتغل كتير، كانك رحت لحد خبير في الحاجه دي فبيقول لك من تجربتي خلي بالك من النقطة الفلانية، فتبدأ بقى يقول لك الفكرة والرؤية والتحليل نقط القوة والضعف والفرص والتهديدات وكل أنواع التحليل اللي أنت ممكن تستفاد منها. خلي بالك إحنا اخترنا ستاندرد، كان في أدفانسد بتلاقي كتاب كامل بينزل لك هنا، تقدر إن أنت تسيف الحاجات ديت كملف PDF أو جوجل دوكومنتس. أنا أفضل جوجل دوكومنتس عشان تقدر إن أنت تعدل. هو انا عاملها لك بابليك برايفت، ممكن انت تقول له بابليك، اي حد عايز يستفاد من الحاجه دي يقدر يستفاد منها. فاتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله.